حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتكم أو في حلقة أسبوعية من برنامج منبر الرافدين عبر شاشة قناة الرافدين. أهلا بكم في البرنامج. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، الثورة، ثورة تشرين، منذ أن انطلقت في 25 من تشرين أول الماضي، وهي تجابه بقمع حكومي فظيع، وهي تجابه بآلة قتل تحاول خمد هذه الثورة، تحاول إسكات الثوار، تحاول إسكات الشباب. فعلت الحكومة والميليشيات ما فعلت، قتلت من الشباب ما قتلت، واستخدمت أساليب لم نراها في الماضي، وكانت متجددة دائما في أساليب القتل الوحشية. فهي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، والتي أطلقت بشكل مباشر على المتظاهرين، وقتلت من قتلت من المتظاهرين، وشوهت الكثير وأعاقت الكثير. ثم قامت باستخدام بنادق الصيد، وأصبحت هنالك حالات كثيرة من التشوهات بسبب إطلاق خراطيش الصيد بالوجه بشكل مباشر. بعد ذلك قامت باستخدام بنادق الصيد الهوائية، ثم استخدام القنابل الصوتية، ومن ثم استخدام المياه، واستخدام القنابل، واستخدام الصواريخ، واستخدام الميليشيات كميليشيا القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا التابعة للتيار الصدري، وقتلهم المتظاهرين بالسكاكين والمسدسات التي كانوا يحملونها وهم يقولون أنهم من ضمن ثوار تشرين. ثورة تشرين اليوم بعد أن دخلنا في شهرها السادس وأتمت، دخلنا بشهر رمضان، وكان أيضا هنالك عدو جديد يواجه الشعب العراقي بالإضافة إلى عدوه الأول ألا وهو الحكومة. نحن نتكلم الآن عن فيروس كورونا. لم تخمد الثورة، لكنها جلست في خيامها تنتظر الأيام حتى تنتهي هذه الأزمة، حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا، لتعاود النهوض من جديد، حفاظا على سلميتها، حفاظا على مسيرتها، حفاظا لدماء الشهداء، حفظا لكلمتها أمام الشعب العراقي. لكن اليوم تتجدد المواجهات التي تحصل في ساحات التظاهر، خصوصا من الميليشيات المسلحة، وهنالك تهديدات كثيرة من قبل القبعات الزرق التابعة لسرايا السلام التابعة للتيار الصدري أو لمقتدى الصدر. لننظر إلى ما حصل في ساحة التحرير من مهاجمة من قبل الميليشيات للمتظاهرين. شايل مسدس بيده ويصور. ها شوفونهم زين. شوف تحرقون الخيمة.
خير يا شباب. اشوفون من اللي يحرق. لم تنتهي الأمور عند هذا الحد، بل قامت الميليشيات باستهداف الجميع في التظاهرات وفي ثورة تشرين. رجل مسن يبيع مصوغة ذهبية تمتلكها ابنته كي يجعل من ثمنها سبيلا لإطعام المتظاهرين، تحاول الميليشيات اغتياله. لنرى الصورة. أول اتصال نستقبله في حلقة منبر الرافدين اليوم، أبو عبد الله من الموصل، حياك الله. عليكم السلام والرحمة، أهلا بك، تفضل. أخويا صار مسكين. نعم. أخويا عم تنزل من قضاء، لا عم تسيني ولا عم تسابه. نعم. قضاء محكوم. قضاء مجهوم بالناصر، محكوم 15 سنة. ألو. طيب محكوم منا 15 سنة. ابو عبد الله، نعم، المعتقلين جرح العراق النازف كان هذا عنوان حلقتنا يوم امس في برنامج صوتكم في قناة الرافدين، سنتطرق اليه في برنامج صوتكم يوم غد ان شاء الله، لكن اليوم نحن نتكلم عن استهداف المتظاهرين من قبل الميليشيات، كيف تعلق على هذا الامر؟ احنا نريد بس بالعفو العام. نعم. نعم، وصلت الفكرة أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك، وتابعنا في برامجنا وسترى إن شاء الله بخصوص المعتقلين برامج أخرى. أبو زكريا من كركوك، حياك الله. الله يحفظك. من الأسد، من الأسد، حياك الله. من الأسد والله أسد. تفضل. الله كريم عليكم وعلى قناتكم الشريفة. الله أكبر. أترحم على شهداء العراق، على المتظاهرين العراق، وعلى شرفاء العراق من الدين الكافر لحد اليوم، والجرحان إن شاء الله بالشفاء العاجل بإذن الله ورسوله. أبني أسد، أبني أسد، الكورونا كيف كتب بالعراقيين لحد هذا اليوم؟ ما جاوز 70-80، بس الميليشيات كيف كتبوا من العراقيين؟ عبر بالألفين وأربعين ألف جريح. يعني احنا وين نحكي؟ الكورونا جوعونا كتلونا ببيوتنا، والله طيح حظنا ببيوتنا، وقمنا نبيع باولادنا وبناتنا. نعم. وقمنا نجد بالشوارع، بس الميليشيات اليوم يوميا يقتلون الشعب العراقي، خاصه جماعه هذا المنغولي المخدده، يوميا يتشرد اذن، يعني العراقيين كل ما يتهمون بس هذا المخدر الصدر يتهم يشوف بزماننا، نعرض الله عليها، نعرض الله على جابه، نعرض الله على ايران، نعرض الله على المالكي ربع المالكي، نعرض الله على كل السياسيين الكفر جابوا محضرات يوم يذبحون بالمتظاهرين بالفقراء بالله اللهم طيحنا يوم يضحون بطلنا. يا ابني أسد، أو يقبل يا محمد، يقبل يا عزيز الشباب، يعني عمر الزهور 16 سنة 17 سنة يسمونه، والله هذول صداميين، هذول كفر، هذول وهابيين. نعرض الله على الحكومة، نعرض الله على رب هيك حكومة جامعة إيران عليهم وأمريكا، نعرض الله عليهم. شكرا لك أبو زكريا. بذكر الميليشيات لم تكتفي بقتل المتظاهرين، ولم تكتفي باعتقال وخطف وتعذيب المتظاهرين وتهديدهم، اليوم أصبح التهديد بشكل علني، وأصبح عناصر الميليشيات يسجلون مقاطع فيديو يهددون بها المتظاهرين. لننظر إلى هذا التهديد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحبوبي، ساحة الحبوبي، ساحة التظاهرات، قبل سكتنا للناس اللي هتفت على سيد المقتدى،
هسه نقص شاربه بالنعال بالقندره مو بالنعال بالقندره وحق على ابن ابي طالب متهيئ لكم تهيئ الحرق الاخضر واليابس بيكم الهتفت فقط شواربكم نقصها بالعباس سكتنا قبل نريد نوقف على تاليتكم هسه عرفنا تاليتكم ووضعكم جياف خياس. كان هذا منطق عناصر القبعات الزرق او سرايا السلام كما يسمون انفسهم. عباس من النجف معي حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. شلونك يا حبيبي؟ اهلا بك. الله يخليك. الله يخليك. تفضل اخوي. شلونك يا حبيبي؟ تفضل انت على الهواء. الله يحفظك. بخصوص الميليشيات. نعم. ما جرى من عندهم دول شنو جرى من عندهم يسمون بهذا المسمى يعني بس رجاء لا تطلع على الاتصال تفضل الله يحفظك شنو جرى من عندهم اليوم او بالسابق شنو جرى جرى ضرب المتظاهرين ماكو دليل واحد يقولون ضرب المتظاهرين السياره صدران مو لنكباحهم وماذا عن تسجيلات الفيديو التي قامت بها القبعات الزرق بأنفسهم وهم يضربون المتظاهرين في كربلاء وفي بابل وفي بغداد التسجيل موجود بكل جهة أنا اليوم رد الدولة من أطلع وأقول فلان جهة ما في شيء ثابت على هاي الجهة أخ عباس أنت تقول أنا رجل دولة هل تعلم بأنه الفيديوهات تعتبر جهاز مكافحة الإرهاب جهاز مكافحة الإرهاب أخ عباس هل تعلم أن الفيديوهات تعتبر دليل قاطع في المحاكم وفي التحقيقات الجنائية لا 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 لا, لا مو كل دليل الدلائل عندنا احنا الموجودة وجاي نتابع وجاي ننزل للشارع طيب ماذا تقول بشخص يهدد المتظاهرين بأنه يتهيأ لهم بما هو أسوأ وسيحرق الأخضر واليابس هذا ليس بدليل دليل بس ارجع للكلام اللي قاله ارجع للكلام اللي قاله القال اللي يسب اللي يتجاوز على آل الصدر هذا شيء قانوني انت اليوم شيء شخص تحبه الشخص تحبه يصير واحد يتجاوز عليه أخ عباس سؤال بالدستور التهديد بالدستور التهديد ما شمل الكل اللي يتجاوز واللي يسب اخ عباس رجاء اخ عباس مره خصك التهديد في الدستور العراقي الا يدخل في ضمن الارهاب ما عندنا دستور احنا على الدستور على الدستور مزور اصلا ها اوكي خطف المتظاهرين الا يعتبر ارهاب خطف المتظاهرين ان كان لا ثبت في على التيار الصدري هذا شيء قانوني يتجاوزون عليه ويتحاسبون يعني التيار الصدري يتجاوز على المتظاهرين عليهم. قانوني لكن المتظاهرين يدافعون عن انفسهم ليس بقانوني التيار الصدري عامه التيار الصدري قاعده شعبيه وقاعده محبه للعالم ومساعده العالم قاموا من 2004 لهذا اليوم اخ عباس سؤالي واضح تجاوز أتباع التيار الصدري على المتظاهرين في ثورة تشرين قانوني؟ إن كان المتظاهر سلمي إن كان المتظاهر السلمي ما متجاوزين على المتظاهر السلمي لأن هم داعمين للثورة لحظة أخ عباس وليش أكو متظاهر مو سلمي لليوم؟ أخ العزيز أكو متظاهر مو سلمي؟ أي موجودين وجاي نكمش اشخاص مدعومين شخصيا طيب لا اسمح بتشويه صوره الثوره لا اسمح بتشويه صوره الثوره او المتظاهرين لانها سلميه هذا مو تشويه احنا ما نحكي عن المتظاهر السلمي انا ابن النجف وابن الدوله طيب انا ابن النجف وابن الدوله واعرف الجاي الكلام اللي اقوله عمليه طعن القبعات الزرق للمتظاهرين في ساحه الاحرار ببابل ماذا تسميها ليش ما تقول جاي يتجاوزون؟ من هم؟ ليش ما راحوا للسلميين؟ ليش القاعد بخيمته ما وصلوا له؟ أخ عباس أنت تقول أنا بمكافحة جهاز الإرهاب وتدافع عن إرهابي؟ لا 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 ما أسمع
بيقول دول ارهابيين، تعرف ليش؟ راح اقول لك ليش. طيب التيار الصدري او سرايا السلام او جيش الامام المهدي يشرفون العراق باكمله. طيب اخ عباس اريد اسالك سؤال، اخ عباس اريد اسالك سؤال، كم عدد المتظاهرين اللي ماتوا الى اليوم هذا من 25/10 الى اليوم؟ هواي. وش قد عدد اللي ماتوا من سرايا السلام؟ هواي. هواي؟ عندك دليل؟ هواي. عندك دليل؟ دليل اكو موجود. دزلنا اياه. دزلنا اياه. اي تمام. والدليل معروف بالشارع هو ليش؟ الدليل نزلوا بالسنك دافعوا. اخ عباس انا ما راح اجاوبك، انا ما راح اجاوبك، روح للمتظاهرين وشوف المتظاهرين شو يقولون. احنا جاي ننزل المتظاهرين، انا جاي ننزل المتظاهرين وجاي نشوف الويا المتظاهرين، لان دوام بالسنك واحنا جاي ننزل ونباوع واحنا ونشوف. اخ عباس اخ عباس رجاء، بس اسمعني اخ عباس رجاء، انت اسمعني ارجوك 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 انت اسمعني. المتظاهر من يوم اللي طلع لا شفنا متظاهر شايل بندقيه، ولا شفنا متظاهر شايل رمانة، ولا شفنا متظاهر شايل رشاشة، ولا شفنا متظاهر شايل مسدس. بالمقابل من اليوم الأول ولا شفنا متظاهر يصعد فوق البنايات يرمي، ولا شفنا متظاهر يرمي علينا بمبات كحماية الدولة وحماية متظاهرين. ما حد يرمي علينا بمبات، الشهادة الأول مو صحيح؟ مو البمبات اللي جاي تنشمر علينا احنا شني؟ انت مصر لتشويه صورة التظاهرات؟ انا اشكرك جزيل الشكر. اشوه؟ لا لا ما اشوه. ده شوهها انت، كل العالم يعرفها سلمية، بس الحكومة العراقية وجماعتكم يقولون عليها مسلمية. مقتدى صدر تاج على رأس كلكم، الكل وعلى العراقيين بأجمعهم. مقتدى صدر تاج على رأس العراقيين، مختصر نقطة رأس صفر. شكرا جزيلا لك اخ عباس. اخ عباس يقول مقتدى الصدر تاج على كل العراقيين. اتمنى من المتظاهرين يجاوبوا حتى لا يقولون انه انا جاوبته وقناة الرافدين جاوبته. هذا السؤال من عباس لكم. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله والدوم اخوي مية خلديك استاذي. هذا الشخص ضيع وقت البرنامج، هذا الشخص ضيع وقت البرنامج. نعم. أيضا يا أستاذ تهديد مخالف للدستور، الاعتداء على المحتجين والمعتصمين والمعتصمين والمحتجين السنيين يريدون حقوقا قانونية يا أستاذي بالدستور. التهديد والوعيد غير لائق غير جائز، والاستهداف لا يجوز إسلاميا أخلاقيا وطنيا إنسانيا يا أستاذي. ومن الممكن يا أستاذي يشور بهم العباس لما يعتدون على هؤلاء الذين يطالبون بحقوقهم. أيضا يا أستاذي البرلمان يجب يكون له ردع، وكذلك المرجعية يجب تنبيه أن هذا خطأ وتجاوز على القانون، خطأ وتجاوز على القانون وعلى المتظاهرين يا أستاذي. وآخر الكلام حمان الله وإياكم من هذا الجن والإنس، تحياتي لك يا أستاذي. شكرا شكرا لك أخ سعد. مشاعل من الناصرية حياك الله. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، أهلا بيك. والله يا اخوي هذا الاخ اللي كان يحكي عن هذا الشيء، والله العظيم تعرف شوف العنف عندنا بالناصريه شنو من جهتهم. نعم. يعني هو من قاعد يحكي هسه، من قاعد يحكي هو هسه حاليا، من قاعد يحكي. نعم. هو هسه حاليا ويقول يقول ان احنا يعني هم امس من نزلوا يهددون، يعني هل يقبلها السيد يحكي يقبلها؟ زين وين دم ولدنا؟ وين دم ولدنا اللي راح؟ والله العظيم راح عندنا ثبات وعود. يعني هو من يطلع حتى ويشتي هذا الحكي. نعم. أنا سيدي الراس هذا الشكي الظاهر هذا الشيء. والله هذا ما نقبل أبي إحنا. نعم. وأنا أرد مناشدة من جانبك ما طلنا وياك عفر. تفضلي. أخي أريد مساعدة، يعني أريد شد واحد يعني أكون باقي من شيء يعني يساعدني. أنا والله لا عدنا بيت ولا عدنا راسي ولا عدنا شيء، وطلعنا بالمرحلة كتلونس وإحنا ما عدنا لك مناقشة. زين يعني والله حالهم كلش مؤسف بالناصرية حاليا. وصلت. يعني أقول فك تطلبون فد رقم يعني فد واحد أتواصل وياه. نعم. يعني ساعدنا فد مساعدة على الأقل فد شيء بس إدارات مش بعد السكن ما عدي. نعم. نعم.
يعني واحد واصل بالدولة وكيعكم أنتم أنتم الشرفاء. أنا أحكي عن قناتكم أنتم قناة الرافدين استاذ على روسهم والله استاذ على روسهم. شكراً شكرا لك على هذه الكلمات أخت مشاعل، ويعني نوجه رسالة إلى المقتدرين والميسورين في محافظة ذي قار تحديدا مدينة الناصرية لمساعدة كل من يحتاج المساعدة، لأننا نعلم أن الحكومة العراقية لا تأبه إلى الشعب العراقي ولن تنظر له يوما. أبو ياسين من ديالى حياك الله. حياك الله أخي أسهل. حياك الله أخي أسهل. حرام الله عساك عشد على هذا مكشفها ويتعبات من النجف. أتمنى تسمع مشاعر بالدقاق مو مو بتنينوا فبض ما عدا ساكن. لما نقول مقتدى ساكن على روسكو بقول له أنت ومش مقتدى تعرفكم أسود، أنت تدعي نفسك رجل أمني فشلون دافع الميليشيا؟ أنتوا كلكم ميليشيا فمقتدى تعرفك أسود ومثقف. أبدأ أقول له من سيطرة الشعب نهاية الثورة هو ترك أجزاء الناس الأبرياء الفقراء وتاكل بيت كلاب، هذا مقتدى الأسود. فأقول له مقتدى مو ساكن على روسكو، أنا أقول له مقتدى من أراضي القوم، أراضي القوم اليوم. لا 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 أبو ياسين دعنا لا ندخل في هذا الجانب ولا نسب أحدا ولا نشتم أحدا، لن نقبل في البرنامج ذلك، لكن هذا رأي الأخ عباس في محافظة النجف ووجهت السؤال لكم، لكم حرية إجابة دون الإساءة إلى أي شخص حتى لو كان مقتدى الصدر. نعم هذا الرأي مو يطعن بالمتظاهرين، أتقول لك المتظاهرين قمة العراق وتاج العراق، لأن العراق مر بانتكاسة بال 2003 غزو حلف صليبي واليوم انتفت هاي الشباب الوطنية خط وطني خط أحمر، هذول الشباب لا عصروا صدام حسين ولا عصروا البعث، انتفوا على وطن ناس شباب أبرياء وجدهم قاصرين وقتلوا بقنابل الدخان تنظروا في جماعتهم الأبطال وتبقى عويل النساء أهل الجنوب الوسط. أستاذي فوق القبائل على المناطق الغربية اليوم بلشت اليوم شيعة تقتل بشيعة تقتل الناس تقتل الشيعة الوطنيين، فهذا عباس وأمثال هذول الزباين هم هذول يساووا باسم العراق. فهذا ذاك اليوم من عشان الشعوب العربية يا أخي أسد، لأنه أنا أقول المفروض تنتفض ضد حكوماتها ولو المفروض تصرحون هاي الحكومة، حتى هم هاي الدول العربية ما فيها شرعية هاي الحكومة الإيرانية الصفوية اللي جابتها الاحتلال. دول عمليه مسؤول العراق هذول ناس تبع قصه والسب، فهذا عباس وامثاله هم اللي يقتلوا العراقي، هذول مو من اصول عراقيه، هذول رضعوا من صدر عجميه يا عبد. يعني احنا لما نيجي ونتجاوز على متظاهرين تاج راسه وراس ابوه ويقتلون بيهم بدم بارد قدام عيال الناس ووجوه مكشوفه، وهي الناس اللي جات تقتل كلهم طالبه على حقوقها وطالب على وطن. فأنت أقول لها شفت مشاعر من الناصية قوز معدة ملايين مثلها في الفرات الأوسط والجنوب، لا تدفعون على فاسدين يا فاسدين، أنتم مو حماس الوطن، أنتم أراضي، أنتم أنذار، أنتم أتباع المجوس وأتباع الصهيونية. حياتي ياسر. شكرا لك أبو ياسين. أم مريم من كركوك حياك الله. الله محييك، رمضان كريم عليك وعلى كل شعب العراقي. الله أكرم. وحابة أقول هذا عباس مقتدى الصدر تاج على رأسك أنت بس مو على رأس العراقيين، ودم الشهداء العراقيين بالمظاهرات وعامة برغبة هذا مقتدى الكافر المنغولي، وجاهزة هو يقول مقتدى تاج على رأسكم، أقول له يا عباس جاي دوركم أنتوا أهل النجف ولا دافعوا على مقتدى، لأن هذا هو جاي يقتل أبناء العراقيين، ليش ما يدري شو بذول المتظاهرين البريئين وجاهزة يدافع لهم، هذا لوبي واحد لوبي ما يعرف شيء شو من الواقع، أساس مقتدى راح يطيله ذهب، أما إنه مذكريتك هي والله يا كافر. أخت مريم يعني دعينا نتكلم بدون تجريح وبدون سب وبدون شتم، رجاء لجميع المتصلين الأخ عباس هذا رأيه هو حر، يعني هو حر به، دعونا نرد عليه بدون كيل السب والشتائم. لكني أسف على رجل في جهة أمنية ويدعي أنه ينفذ القانون ولا يعترف بالقانون. كثير من المعتقلين و 90% من المعتقلين في السجون العراقية أودعوا في السجون نتيجة اعترافات تحت وطأة التعذيب وهم لم يفعلوها، وفيديو موثق ومنشور على كافة وسائل التواصل الاجتماعي لا يعتبره دليلا. هنالك إطلاق رصاص حي على المتظاهرين في محافظة ذي قار تحديدا في قضاء الرفاعي بالمحافظة، فلنتابع ما حصل.
كما شاهدتم في الفيديو الذي خرج الآن في قضاء الرفاعي، وكما يقول الأخ عباس من محافظة النجف أنهم كانوا يحملون البمبات والقنابل والرشاشات ويرمونها عن طريق تصوير الفيديوهات بهواتفهم النقالة، ولهذا السبب يصرح بقتلهم وتهديدهم كما قال. أم مصطفى من ديالى حياك الله. أم مصطفى، ألو ألو، أهلا بك، تفضلي. شلونك عيني؟ هذا بيج. عيون كذا على كذا يشوفوني، يشوفون ابالهم هم مظاهرين والعالم كله خاف من عندهم. ما ابالهم احنا نحترمهم وهذا، في عيب عليهم ايش يسوون؟ هاي اولا، واثنين هو مقعد من يقول هو اصلا من الدوله، هسه في واحد من الشارع مال مين قاعد يهدي علينا وسوالف ما حلوه، جاي يهدد وهاي، فنبقى احنا عراقيين وفخر بالعراق. من الصومالي هاي يا يطلع واحد يحكي عن مظاهرين كنت قاعدين ياكلون ويشربون متونسين، ليش ما يطلعن على هاي؟ لا احنا كنا محترمين نفسنا ونحب وطننا، يبقون هم اكو الله اللي ياخذ حقنا. وهذا شهر رمضان يجيكم يوم يا ظلام، سمعيني؟ نعم. وشكرا حياتي. شكرا، شكرا لك لك ام مصطفى. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. وقالك الله مساء الخير استاذ ياسر، كيف حالك؟ مساء الانوار، اهلا بك. تحيه لك وتحيه للقناه وكادرها الطيب، تحيه للشعب العراقي، تحيه لثوار تشريع. حياك الله استاذ ياسر. ان شاء الله هذه الثوره، ثوره تشريع، هي تخلص العراق من هذه الجمر المجرمه، ولكن نهيب الشعب العراقي يعني يلتف مع هذه الثوره اسرع طريق، يعني اسرع طريق هو هم هي ثوره تشريع كبيره باسقاط هذا النظام المتهربي، لكن الاسرع للعراقيين والاريح هو انضمام الشعب كل المحافظات الباسله للثوره حتى يسقط هذه الجمر المجرمه، هذه الميليشيات والعصابات والمافيات والقتله. وان شاء الله عن قريب نشوف المجرمين كلهم، وان شاء الله ما يسمى بمختز الصدر، وهذه الناس المجرمه التي قتلت المتظاهرين ان شاء الله نشوفهم يتحاكمون المحاكم العادله على يد الشعب العراقي العريق. وتحيه بك. حياك الله ابو فيصل. ام احمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك أستاذ أتل وأحيي قناة الراسبين الوطنية الأصيلة. حياك الله. أحب أوجه للعراقيين، بعض العراقيين، ما أقدر نقول العراقيين، العراقيين الأصلاء، بعض العراقيين المغيبة عقولهم اللي يمكن يعرفون واللي ما يعرفون، كافى عليهم بس خليه يسمعون العرب من يتصلون بالبرنامج كيف يشيدون ويفتخرون بالعراق. نعم. حتى يعرفون العراق شنو قد العرب وقد العالم. ومع الأسف ويا للأسف إنه العراقيين والعراقيات أصبحوا يستجدون حتى يبدون يعيشون. هذا حال العراق اللي كان يقدم المساعدات، العراق أبو الخير، خلوا التصحر صفر، لا صناعة لا تجارة لا زراعة لا ثروات، وهسه لساهم بيتقاسمون ويتعاركون على المناصب. نعم. واللي يعادي المتظاهرين ويحاربهم وبيقتلهم ويسوي عليهم حملات، تعرف شنو سبب الأسل؟ نعم. لأن ذولا المتظاهرين يمثلون العراقيين الأصلاء اللي ذكروهم بأصولهم الغير عراقية، خلي يبحثون عن أصولهم مثل ما يقولون شجرة العائلة. نعم. راح يكتشفوها أنهم مو عراقيين. مستحيل العراقي ما يخون ما يبيع بلده، هذول مو عراقيين، بس الثوار يذكروهم بدناءتهم مثل الشمس تطلع على خفافيش الظلام، فلذلك ينكلون بيهم ويأذوهم ويقتلوهم. نعم. لكن الثورة تبقى مشرقة ومضيئة ونار للحق وللصلاح، إن شاء الله ننتصر بيها، وكلهم هذول يتحاكمون وينساقون للمحاكم على ما يسووا للعراق والعراقيين. العراقيين يستجدون ويخافون ويردون أحد يساعدهم ويعطف عليهم. هذا العراق إلى حوضة، هاي الأرض اللي باعوها إلها حوضة. طيب. اللي فرط بأرضه يفرط بكل شيء، الأرض عرض.
نعم. ويطلعون ويهددون وبالفيديوهات الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل ولا يصح إلا الصحيح. نعم نعم. الثورة شمس تحرق عيونهم وظلامهم. نعم شكرا شكرا لك أم أحمد. قبل ما أكمل اتصالات، الكلمة الأخيرة كانت لثوار تشرين ردا على كل هذه التهديدات، ردا على محاولة الميليشيات قتلهم وإرهابهم وإسكات صوتهم وتكميم أفواه الشعب العراقي حتى يبقون الفاسدين بالسلطة، كانت هي هاي الكلمة. بالدرجة الأساس، لذا ندعو الثوار في جميع المحافظات المنتفضة لرص الصفوف وتنظيمها للانطلاق بثورة عارمة موعدها يوم العاشر من آيار تسقط أركان هذا النظام في حال لم تستجب السلطة الفاسدة وأحزابها لمطالب الشعب المتمثلة بالآتي: أولا حكومة وطنية مستقلة، ثانيا قانون انتخابات منصف، ثالثا انتخابات مستقلة، رابعا انتخابات مبكرة، خامسا محافظ نزيه وكفوء ومستقل كذلك نائبيه في جميع المحافظات، وفي حال تم تشكيل الحكومة فعليها أن تدرك إنها مطالبة بالتالي: أولا محاسبة قتلة شهداء ثورة تشرين العظيمة والكشف عنهم وعن الجهات التي تقف ورائهم، ثانيا حصر السلاح بيد الدولة، ثالثا تهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة بقانون انتخابات تام، رابعا تقليص رواتب الرؤسات الثلاث وامتيازاتهم وكذلك النواب لتفادي الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد. هذا ما خرجنا من أجله، ونحذر السلطة الفاسدة من أن تحاول عبثا استغلال وباء كورونا سياسيا والإعلان عن حظر صحي في يوم العاشر من آيار، وقد أعذر من أنذر ولكم موعد معنا لن نخلف أبدا. الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة تشرين والنصر حليف الثائرين. عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! لا أعلم كيف بشباب العراق كله لا يسير وراء هذه الكلمات التي قالها المتحدث في الفيديو الأخير. سعيد من الكوت حياك الله. كل هذه الميليشيات الإرهابية التكفيرية لا تأثر على العراق. كل هذه بدايتها أعطيك أسماءها من سرايا السلام إلى النجباء إلى العصائب أهل الحرب، كل هذه تتبع إلى هذه قادة الأحزاب الموجودة حاليا بالحكومة الإرهابية التكفيرية السارقة هذه. زين، وهذه أكثر مؤيدة ليست من العراق ولكنها من إيران. أكثر هذه الميليشيات يعني تتبع هذه الميليشيات هذه مؤيدة إلى إيران. إيران تدعمها بالسلاح وبالمال وبكل ما تحتاجه هذه الميليشيات. إذن هذه ليس هناك ميليشيا إنما هي تكفيرية، وعلى العراقيين أن تجنبوها لهذه التكفيريين. هؤلاء سراق، هؤلاء مجرمين، وعليهم أن يتجنبوها. من أن تسجلوهم إلى أرض الشمال تجنبوا هذه ليس ميليشيات ولكنها مخربين طغاة وغلاف. هؤلاء كلهم بالسنوات السابقة وهم من قتلوا ما زال مأمورين على الاشتراكات وعلى القتل. كل هذه الميليشيات ليس سلاح السلاح بل كل الميليشيات الأخرى. نرجع للوراء. كانت في زمن زعامة هذا الإرهابي السفاح مجرم العرب دون المالكي عندما ذهب إلى بلجي وقتل المئات من الأبرياء بدم بارد، وهذه الدماء صدق واعتقد لا تنسي هذه. زين ولا لأن كل هذه الميليشيات وهذا الجيش القمعي هم كلهم معتمدين على القوة الأمنية.
بقتل الابرياء. هؤلاء سراء وهؤلاء مجرمين، صدق لا ياثر علينا. يعني هذول هم من البدايه هم اعتمدوا على القتل، اعتمدوا على الجرائم، اعتمدوا على الانتهاكات. كيف يصدق لنا؟ وهذا ما ياثر عليهم العراق. لا يدمروه، لا يقتلوه، لا يعزل عنهم، لأنه طيب. هم لا يريدوا للعراق ولا أن يكونوا وإن شاء الله لا يطلع العراق في اليمن أو في سوريا أو في أي بلد غير آمن وغير مستقر. إن شاء الله وأن كل الدول العربية خاصة المجاورة أن تدين هذه الحسابات الإجرامية في بغداد وفي بقية المناطق داخل العراق تجنبوها وتجدينها وبشكل زين إن شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم. شكرا شكرا لك أخ سعيد. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هذا المنبر الشريف وحيي الثوار اللي هم قدوة هذا البلد. وذولا اللي دا يحكون اللي يقول انا من الجهات الامنيه هي الحكومه او الحكومه هذول العصابات كلها خايفه منها الشباب الثايره، لان مستقبل العراق هم هذول الشباب. مستقبل العراق هم هاي الثوره القائمه الان اللي هم عنصر الذكاء وعنصر القوه والاراده والعزيمه. فين هم يفكرون مثل ما يفكرون هذول الشباب؟ اما يقول مقتل تاج على روسه هم على روسه تاج. اذا هو مقتل صدر تاج فهو مجرم مقتل صدر. اذا مقتل صدر يروح ينطي خيراته الى ايران لانه ايراني. اذا مقتل صدر ما يوكل الشباب الجوعانه بالعراق العراقيين، هذول كلهم مو عراقيين. اللي يحكي بالمقتدى صدر واللي يحكي بالمالكي واللي يحكي بكل اللي اجوا من 2003 الى هسه تابعين الى ايران، ما تابعين الى الحكومه العراقيه ولا الى ارض العراق ولا لهم صله بالعراق اصلا. وان شاء الله الثوره هي قائمه والعزم والقوه للمتظاهرين، وان شاء الله العراق هو المنتصر. واللي الخاطئون هذول الخاطئين هذول اللي زعماء مقتدى وغير مقتدى وهو الزعماء اللي قاعدين على الكراسي يتعاركون ما يستحون بعد شهر رمضان. ما يروحون ينطون الفقراء ينطوهم من البوق اللي باقوه يقعدون يتعاكون على الكراسي حتى ياكلون اكثر. اشكرك. نعم. شكرا شكرا لك ام ازهار. في خصوص رسائل الواتساب اللي وصلت الى برنامج منبر رافدين، اول رساله وصلتنا اليوم: السلام عليكم، اني ميمتكم وولادي ثلاثتهم بالسجن ونسوانهم وجهالهم على قلبي، واني حال الضيم حالي وقلبي نار عليهم، والله ما عندنا كر ونروح ونشوفهم. مناشده لكل شريف، اقسم عليكم بنبي الرحمه ان يفرحون الامهات وينطون عفو عام ويفرحون الريد تبيض السجون. فرحونا على هالعيد، صار لنا 7 سنين ما معيدين مثل الناس، رحمونا وطلعوا اولادنا من السجون. السلام عليكم استاذ افل، يا اخي ليش ما يطلعون السجينات النساء؟ ليش هيك حاكميهن؟ هن نسوان طلعوهن وفرحوا اهلن خطيه وجهالهن. احنا الناشد بالعفو العام من غير شروط ونطالب بتبييض السجون. واشكركم جزيل الشكر على هالبرنامج الحلو، اخوكم ابو صادق. السلام عليكم ابو حاتم من الموصل، تحيه طيبه لك استاذ افل وللجميع. ثوره تشرين العزوه الكرامه للعراق والعراقيين، الامل الوحيد لارجاع الحق للعراق واهله بعد الاتكال على الله، والنصر قريب ان شاء الله بعد ضيم الاحتلال الامريكي. وجاءت ايران الخرف على علي خامنئي وجلاوزته وميليشياته القذره من عملاء العراق لاكمال مخطط الاحتلال الامريكي، وثوار ثوره تشرين لهم بالمرصاد لافشال مخططاتهم القذره، والله المستعان على الظالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم اخي، ماكو شيء على العفو العام، والله ملينا، ليش ما حد حاسبينهم؟ الله اكبر على كل ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل. الله كريم ان شاء الله، فرج الله على كل معتقلين. انا اخويا صار له 13 سنه بسجن الناصريه، ماكو غير حسبي الله ونعم الوكيل. اني ام انس، عليكم السلام. السلام عليكم استاذ، ما تخلص الاستهدافات طوال ماكو نفس بالمتظاهرين ويحاربون الفساد، ما تخلص الاستهدافات لان يردون يسكتون هذا الصوت الحر الشريف الى ان يسكت، والخزي والعار عليهم. اخوك ابو طه.
السلام عليكم. ألو مرحبا، أريد أتصل بكم ضروري، الأرقام موجودة أسفل الشاشة، تقدر تتصل على أي رقم. السلام عليكم أخي، نطالب من الحكومة أن تقر قانون العفو العام للخاطر الأمهات ما تكسر قلبهم، دمعة الأمهات مشي عليكم الله ومحمد وعلي، انطوا عفو عام والله راح نموت من الفراق، صار 4 سنين ما شايفتهم وما عندي أحد غيرهم، الله شاهد على كلامي، ما عندي غيرهم أروح لهم أني وأختهم الوحيدة ويتيمة الأم والأبو، واليتيم وين يروح؟ الخاطر الله يرحمونا، الله يرحمكم، وشكرا لك أخي الكريم على هذا البرنامج. تحية لك وإلى قناتكم الشريفة، الرحمة والغفران إلى شهداء الثورة، إحنا من خلال قناتكم الحبيبة نطالب بقانون العفو العام، حسوا يا حكومة العراق بينا، إحنا زوجات شنو مصيرنا؟ الخاطر أطفالنا منتظرة آبائهم، فرحونا العيد جانا والله ما عدنا عيد مثل الناس، تحياتي لك. رسالة أخرى، السلام عليكم أستاذ أفل، بالنسبة للمعتقلين يعني عذبوهم وينتزعون منهم اعترافات مزيفة جراء التهذيب، وعندما يصعدون السجين محكمة مباشرة القاضي حكم مؤبد أو إعدام أو 25 سنة دون أن يسمح للمتهم أن يبرئ نفسه، يعني يمشي على إفادة التحقيق اللي انتزعت منه بالإجبار. هاي بالنسبة لقضية 4 إرهاب. أتمنى من قناتكم إيصال معاناة المعتقلين وأهاليهم، العفو العام مطلبنا، شاكرين قناة الحق قناة الرافدين. السلام عليكم، تحياتي لحضرتك وقناة الرافدين صوت الحق، نرجو من قناتكم أن تتكلم عن المتقاعدين، أخي سد هذا الذيل للميليشيات عليهم حلال وعلى المتظاهرين حرام. أستاذ أريد ادعونا بقرار العفو العام لأن عندي ابني مسجون وانسجن ظلم مواليد 2002 وانحكم 6 سنوات والله العظيم ظلم. السلام عليكم، هذا عباس دا يهدد ومن يقول هو بمكافحة الإرهاب دولة دا يكافحون الشعب وهاي مشكلته، إذا حب الصدر أو غيره من الميليشيات والله وقت يهدد الثوار دا يطالبون بحقوقهم، ومنين جبتوهم؟ من إيران أنت؟ وآسف أستاذ أفل أنت وقناتكم البطلة، هي وين أكو دولة؟ المتظاهرين استشهدوا بدون سلاح لكن أنت عباس وليتوهم ولية الجبناء. السلام عليكم، رمضان كريم أخي أفل، تحية لك ولقناة الرافدين الشريفة، العراق فوق الجميع لا مكان للميليشيات، وتاج راس في العراق غير العراق، هاي مصطلح مال العصابات والميليشيات، هذا تاج راس وذاك تاج راس، المتظاهرين صوت العراق الحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أم صالح من بغداد، عباس من النجف يقول مقتدى تاج على راس العراقية، هذا واحد من ذيوله، إذا هو هيك شريف ليش ما يطلع النساء المسجونات؟ مو يقول أنا رجل دولة. ونشكر قناتكم الموقرة قناة الرافدين، أتمنى منكم تقرون رسالتي، قرأت أختي العزيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل على مقتدى وعلى كل أعمى يشوف الباطل ويصفق له، العراق هجموه هجم الله ينتقم منهم. والله يا أخي دمار العراق هو مقتدى الصدر، أصحاب القبعات الزرق والله معاهم إيرانيين وحزب الله. السلام عليكم أستاذ، وياك محمد من الرمادي، شو يطون أخبار عاجلة عن مغيبين؟ ماكو بس حكي والله، خلونا نعيش بقلق، يا حكومة رحموا أطفالهم وآبائهم وأمهاتهم ونسائهم، فرحوهم والله أبرياء أخذوهم من سيطرة الرزازة. السلام عليكم أخي، أنا أعتب عليك، مال شنو أنت تقول على الأخ عباس الذيل ليس له أخ، تحياتي لقناة الرافدين أبو عبيدة. أخي الغالي، كل العراقيين أخوان لنا مهما كانت أراءهم، ونسير على المقولة التي تقول الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، هذا رأيه ونتكلم معه بأخلاقنا وبأرائنا. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا أم علي من بغداد، هذا اللي يقول مقتدى تاج على راسكم، والله كل متظاهر تاج على راس مقتدى الصدر والرافدين شريفة. تحية لقناتكم، أطلب من كل من له كلمة تصل إلى المسؤولين عن السجناء أن يتقوا الله بالسجناء، لأنهم يعرفون أنه 98% منهم أبرياء ولكن سحب منهم الاعتراف بالإكراه والتعذيب، اتقوا الله يا الحكام لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا شهر رمضان والله تعبنا، وصلوا أصواتنا، العفو العام مطلبنا. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم وعلى المسلمين وعلى العراقيين. أخي سبب دمار العراق ما يدعي بالإصلاح، وهو من قتل ويقتل العراقيين من جيش المهدي إلى سرايا السلام إلى القبعات الزرق، وأقصد تاج راس عباس، حسبنا الله ونعم الوكيل، مع تحيات أختكم بنت العراق. السلام عليكم، شنه مسابقة عندكم القبعات الزرق؟ رسالة أخرى، السلام عليكم ألوس، قناة الرافدين تشرفنا، أشكرك أخي العزيز.
شلونك أخي؟ والله الثوار تاج رؤسهم فوقها ما يردون المتظاهرين يطلعون. لا عم يخلي يطلعون المتظاهرين عود خايفين عليهم من كورونا، هو أنتم جاي تقتلون بالثوار؟ عينك عينك. وين هالحكومة ما طلعت حسبت قتلت الشهداء؟ ولو حكومتنا عندها إحساس، وهي كل إحساس ما عندها، وفازد الله على الظالم، وإن شاء الله نرجع وإحنا ماخذين حق شهدائنا، وهاي الأحزاب كلها ما تبقى إن شاء الله كلها نقلعها. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلون أستاذ؟ سلامي لقناة الرافدين. السلام عليكم، أني باسم، أني باسم سامي، باسم سامي المسعودي، قدمت على راتب رعاية من 2016 ولحد الآن ماكو، وعندي 16 طفل برقبتي، أناشد قناتكم الشريفة من أهالي اليوسفية. أعتذر من باقي المشاهدين اللي ما قدرت أقرأ رسائلهم، وأعتذر من باقي المشاهدين اللي يحاولون يتصلون بالبرنامج، بس ضيق الوقت، برنامج منبر الرافدين انتهى. نلتقيكم إن شاء الله في هذا البرنامج منبر الرافدين في الأسبوع المقبل. إلى موعد اللقاء، في أمان الله.